مساء الخير على حضراتكم. أنا اسمي هانس ويلم، أستاذ إدارة المياه بجامعة آخن بألمانيا وأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يشرفني وجودي معكم النهاردة أونلاين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الفقر المائي وندرة المياه. ويعني إيه الفقر المائي؟ فين موجود؟ إيه الدول اللي بتعاني منه؟ إيه الحلول؟ هل فعلا نقدر نحقق التنمية المستدامة زي ما تم طرحها من قبل الأمم المتحدة في 2015؟ المفروض نحقق 17 هدف مهمين جدا لحلول عام 2030. هل هنلحق؟ والمياه زي ما قلنا فيها ندرة في دول كتيرة على سطح الكرة الأرضية. هل في حلول؟ إيه التكنولوجيا المتاحة؟ إيه اللي إحنا متوقعين نوصل له في المستقبل؟ هل التحلية على سبيل المثال ممكن تكون حل، ولا التحلية هتطلع علينا مشاكل احنا ما كناش نعرفها لغاية النهاردة؟ التحلية معروف ان استهلاكها في الطاقة عالي جدا، وبتنتج عن كده طبعا ثاني اكسيد الكربون، والتحلية كمان ليها باي برودكت او براين مخلف بينتج عنها، محتاجين نتخلص منه. هنتخلص منه ازاي؟ هل هنرميه في البحر بحيث ان احنا نواجه مشاكل بيئية، او هنحقنه تحت سطح التربة؟ كل ده ايه عواقبه؟ هل ايه علاقة التحلية بالطاقة، وايه علاقة التحلية بانتاج الغذاء؟ هل نقدر في المستقبل نتخيل ان احنا الغذاء اللي بناكله ده جاي من مية التحلية، ولا هيبقى غالي علينا جدا ما نقدرش ندفع ثمنه؟ كل دي مشاكل محتاجين نتكلم فيها، واسئلة المفروض تتجاوب. انا لا ازعم ان انا عندي كل الاجابات للاسئلة دي، ولكن اتمنى ان اقدر اساهم ولو قليل من الاجابات، واتعلم من حضراتكم ومن تعليقاتكم. ويشرفني وجودي معاكم اونلاين.